بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة بالضبط، عقد وزير الصحة السيد أنس الدكلي جلسة عمل مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية السيد تيدروس إدنهوم غيبريسوس، وكذا المدير الإقليمي لهذه المنظمة بالشرق الأوسط السيد أحمد سالم سيف المنظري. المغرب يعتز باختيار منظمة الصحة العالمية له كبلد يستضيف الاحتفال باليوم العالمي للصحة، وكذلك يشكر حضور الدكتور تيدروس مدير العام للمنظمة، وهي مناسبة للتعبير عن التقدم الذي حصل عليه المغرب في مجال صحي بمختلف مستوياته، في عرضه العلاجي، في برامجه الصحية على مستوى الحكمة، وكذلك دعم للإصلاح السائر اليوم الذي أراده جلالة الملك نصر الله لهذا القطاع، والذي نحن بصدد بلورته. منظمة الصحة العالمية تدعم هذا الإصلاح وتلتزم بمواكبة تنزيله بمختلف المستويات. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للتذكير بالتعاون الثلاثي بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية وبلدان أخرى في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، قصد تمكين المملكة من إبراز خبرتها وبرامجها الناجحة وخاصة في مجال التكوين. The reason we came or the purpose of my visit is to celebrate the World Health Day. هدفي الأساسي من هذه الزيارة هو المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للصحة هنا بالمغرب رفقة السيد المدير الإقليمي للمنظمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط الدكتور أحمد المنظري. أعتقد أن المغرب هو المكان المناسب لتخليد هذا اليوم العالمي بحكم أن هذا الأخير حقق تقدما مشهودا منذ اعتماد دستور 2011. الاحتفال باليوم يوم الصحة العالمي في الرباط بحضور دكتورنا العزيز وأخينا العزيز دكتور تيدروس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وباستضافة معالي الوزير الصحة في مملكة المغرب وحضور الكثير من الأخوة والأخوات، وزيارة المدير العام للأقليم بشكل عام ولمملكة المغرب بشكل خاص رسالة قوية للجميع من حيث الإنجازات التي حققتها المغرب خلال السنوات الماضية على الرغم من التحديات التي يواجهها الإقليم بشكل عام والمغرب بشكل خاص فيما يخص النظام الصحي. ولله الحمد يعني قلوب المغربيين وأذرع المغربيين مفتوحة للجميع وخدمة الجميع في القارة الإفريقية وخارج القارة الإفريقية. إلى ذلك، تعتبر زيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى المغرب رسالة قوية تستند إلى الإنجازات الهائلة التي حققها المغرب في مجال الصحة خلال السنوات الأخيرة بالرغم من التحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام والمملكة بشكل خاص، إضافة إلى تسليط الضوء على التزام المغرب في المجال الصحي خدمة للقارة الإفريقية.